السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم نبدأ بشرح الليكتشر الثالث من الالكالويد بعنوان تروبان الكالويد. التروبان لما نجي نقسمه، طبعا هو المفروض هنا ينطي انه التروبان من شنو جاي، ينطي البايوسينثيسز. يلا نبدأ بهذه، فما اعرف انه اكو تقديم وتأخير بالملزمة. فالتروبان الكيلويد انه لما اجي اقسمه راح القى بيه هيوسيامين، اتروبين، والهيوسين اللي هو نفسه سكوبولامين. فدا يقول لي الكيلويدات الرئيسية ذات اهمية طبية بهاي المجموعة منو هي؟ هي الاتش هيوسيامين. طبعا هذا سالب هيوسيامين، السالب عبارة عن ايزومر، انه راح نشوف مثلا التروبان هو موجب وسالب، والهيوسيامين سالب، الموجب ما موجود بالبلانت. بعد شوية ناخذها هذه ونعرف شنو يعني. فاللي بها اهمية بالميديسن بالطب هي السالب هيوسيامين، تمام؟ اللي عندي اكثر استقرار الستيبل يكون مستقر منه الاتروبان اند هيوسين نفس السكوبولامين. المركبات، هذه المركبات اللي دا اذكرها، الهيوسيامين، التروبان، سكوبالامين، كل تشبيهها هذه، يقول لي هاي المركبات هي عبارة عن استرات، يعني بها ار او ار استرات، وتتحلل بالماء عند عن طريق التسخين عند درجة حرارة تمبريتشر حتكون 60 درجة مئوية. يعني شنو اجيب؟ شوفوا لما اجيب باريت water، يعني ماء بارد، وأجي أسخنه لدرجة حرارة 60 مئوية، وأجيب هاي المواد شبيهة اللي هي أصلا عبارة عن أسترات راح أشوفها تتحلل. يقول لي ينتج الأتروبين، الأتروبين راح ينتج لي لما يتحلل يعطيني حمض تروبيك أسيد، أوكي؟ التروبين يتحلل ينطين تروبيك أسيد عن تروبين، أوكي؟ أبو الآي. الهيوسين شبيه الهيوسين شينطيني؟ ينطيني تروبيك أسيد عن أوسكين. سكوبين is actually formed by enzymatic hydrolysis by the chemical treatment. يعني شو قصد هنا؟ يقول لي يتم تشكيل سكوبين فعليا عن طريق التحلل المائي، لما احلل تحلل مائي الانزيم انزيماتيك هيدروليسيس، اوكي؟ الانزيم يعني يتحلل تحلل مائي للانزيم. لكن المعالجه الكيميائيه كيميكال تريتمنت شبيها تحوله الى ايزومر، تسوي لي ايزومرات هندسيه اكثر استقرارا، تكون اكثر ستيبل. منو هاي المعالجة الكيميائية التريتمنت كيميكال؟ هي راح تخليه مور ستيبل، اوكي؟ او سي. نجي لل ده يقول لي هذه المركبات شو هذي؟ ار اكستريملي بوسنس، انه هي شديدة السمية كلش سامة. هاي لازم نعرفها، ممكن تجي بالام سي كيو يقول لي انه هي مو سامة او هاي، فهي سامة تكون. التروبان شبيه هو مركب يكون داي سايكليك، داي يعني ثنائي، سايكليك حلقي يعني ثنائي الحلقات بحلقتين، كمباوند فاوند باي ذا كوندنسيشن، تجي من تكثيف او دمج، تقدر تعتبروها دمج شنو؟ البايرولايدين بريكورسر اللي هو الاورثينين، البايرولايدين يعني عبارة عن حلقة هذه اللي هي جاي من شنو؟ دي يقول لي بريكورسال اورثينين، تمام؟ ويا شنو؟ ويا ثلاث كربونات اتوم، ويا ثلاث جزيئات من الكربون، تمام؟ مشتقة هاي الثلاث ذرات من الكربون جايتني من شنو؟ جايتني من الاسيتيت، تمام؟ فهسه البايريدين بريكورسر هو الاورثينين، والثلاث ذرات جايتني من الاسيتيت. حيكون لي التروبان اللي هو داي سايكليك كومباوند، تمام؟ both البايرولايدين والبيبريدين، هذول اثنين هم الحلقات اللي هي هذه وهذه. شوفوا هذول الحلقتين اللي هي
بيبريدين وبيرولايدين شبيهن ذن الحلقات؟ اثنين اتوم سيستم كان بي ريكنايزد باي ذا مولكيول. يقول لي يمكن التعرف على كل من أنظمة حلقة البيرولايدين وبيبريدين بالجزيء. يعني شوفوا هذول الاثنين هم يجد دمجتهم سووا لي تروبان، ترى هذا نفسه تروبان بس مجرد انه الشكل مالته اختلف. يعني ايش سوى؟ سوى انه شلون تشير قاعد على كرسي، تمام. يقول لي هنا يا جوا، يقول لي the three hydroxy derivative of tropan is known as tropine. يعرف مشتق الثلاثة هيدروكسي، لازم تقول ثلاثة هيدروكسي شنو اسمه؟ اسمه تروبان. ثلاثة هيدروكسي بس مشتق لازم من التروبان، اسمه تروبين أو بالآي. يعني شنو؟ يعني على رقم ثلاثة موجود لي ذرة أو إتش. هسا نجي نشوفها بالرسم. هذا الرسم باعه، هذا الأتروبين التروبان. تروبان على رقم ثلاثة هنا شنو خلالي؟ خلالي أو إتش اللي هو تروبين صار. يعني شنو؟ ثلاثة هيدروكسي درايفاتيف أوف تروبان. هو شنو؟ هو التروبين أو الآي. هسا نجي يقول لي استروفيكيشن ويذ سالب تروبيك أسيد. أسوي استرفيكيشن ويا السالب تروفيك أسيد حتى ينتج لي شنو؟ راح ينتج لي هيوسيامين اللي هو تروبين تروبات. أوكي، استر هيوسيامين اللي هو تروبين تروبيت، والذي يمكن فصله ليشكل إنه ممكن أفصله لهذا الهيوسيامين، أفصله حتى أشكل تروبين. أوكي، أشكل تروبين. ليش أنا شنو قلت هنا؟ قلت إنه هو تروبين تروبين وتروبات، فأجي أفصلهن يطلع لي تروب. هذا المقصود من هنا. فنجي على البيوسينثيسيس of تروبان الكالويد. الهيوسيامين and سكوبولامين. هيوسيامين وسكوبولامين شنو هذا؟ يقول لك اجيت سويت دراسات، العلماء سووا دراسات، ايش لقوا بهاي الدراسات؟ لقوا انه التغذية على الأورثينين المسمى، ان هذه الاحماض الامينية مدمجة تكون بشكل مجسم تشكل حلقة بيرولايدين وتروبين. يعني حلقة عندي حلقة بيرولايدين ورينج اوف تروبين. اوكي، هاي من شنو؟ جايتني من الاحماض الامينية اللي هي أمينو أسيد، تمام؟ الأورثينين هو، إحنا قلنا المصدر هو أورثينين. فنجي هنا يقول نشتق ذرات الكربون الثلاث المتبقية، ثلاث ذرات. أنا مو قلت عندي ثلاث ذرات، يعني عدا الأورثينين عندي ثلاث ذرات. هاي ثلاث ذرات من شنو؟ قلت إنه هي جايتني من الأسيتيت، تمام؟ وبالتالي يتم إكمال جزيء البيبريدين. هيجي أنا كملت البيبريدين، أوكي؟ لأن أنا شنو قلت هنا يا فوق؟ قلت إنه هو بيبريدين وبيرولايدين. فالبيبريدين إنه أنا كملت ثلاث جزيئات، جبتهن ثلاث ذرات كربون، جبتهن من الأسيتيت اشتقيتهن، ومن فوق إنه جبت الأورثينين فإجت دمجتهن. شو صار لي؟ صار جزيء البيبريدين. هي يقول لي تنتج الميثيليشن ريزولت، إنه العملية مال الميثيليشن طفة المثل شبيهة هاي تنتج عن طريق انتقال المثل أمام دونر مناسب. دونر يعني شنو؟ يعني ما نحلي ذرات. على سبيل المثال for example ميثيونين لإكمال نواتج تروبين. الميثيونين راح يكمل لي التروبين. أوكي، ميثيونين شو حيسوي؟ حيكمل لي النواة مال التروبين، مو كل التروبين، مجرد النواة اللي تكون بنصها. هسا نجي نعرف شنو يعني استرفيكيشن اوف تروبيك اسيد وذ التروبين برودوس هيوسيامين. استرت انه اسوي استر استرفيكيشن الحمض التروبيك اسيد مع التروبين، اسوي لها استرفيكيشن اثنيناتهم، شين تجي؟ تجي هيوسيامين.
طبعا هذا الرسم كلش يعني ما اعرف جايبه حاط بي، بس هو يعني انا عندي هذا راح ارجع اشرحه فيديو ثاني، اللي هو عبارة عن ممكن دقيقتين او ثلاثة انا مكملة لكم يا لهنا، صار كلش دوخة انه انا مسويتها بخطوتين وصار كلش اسهل، فارجع اشرحه ورا هذه المحاضرة. نجي هسه biosynthesis of hyoscyamine and scopolamine. يقول لي يتكون حمض التروبيك اسيد، جايني من شنو هذا التروبيك اسيد؟ جايني formed by intramolecular، انترا من اسمها انترا يعني جزيئات داخلية، اوكي راح اسوي لها اعادة ترتيب الجزيئات حتى of phenyl lactate. هسه نجي نعرف شنو هذا معناته بهذا البايوسنتسيس الرسم. طبعا هذه الرسومات ترى كلش مهمة، اوكي يعني يجي عليها يعني يعني هم اصلا اذا يريدوا يوقعون طالبي يوقعونه بالبايوسنتسيس. فتجون شكمك اسيد عندي اول شيء، شو راح ينطيني؟ الفينيل الانين. يعني مثلا يقول لك فينيل الانين من شنو جاي؟ جايني من شكمك اسيد هيك. راح ينطيني فينيل بايروفيت اسيد، هذا الفينيل بايروفيت اسيد من شنو جايني؟ جايني من فينيل الانين هيك تحفظوها. هذا تروبيك اسيد، انطاني تروبيك اسيد يعني شنو؟ يعني من اسمه اسيد يعني بيه حامض، هذه جزيئه الحامض سي او او اتش. وهذه الجوه كذلك كلش مهمه، هذه الكتابه لازم نركز عليها يعني لازم يجي من عندها در يعني نقطه او نقطتين ان شاء الله. هنا دا يقول لي ذا سالب ايزومر، الايزومر اللي يكون سالب شبي هذا وين موجود؟ القاه بالهايوسيامين، الهايوسيامين هو سالب ايزومر لازم نحفظ. الموجب هذا not found in the plant، ما موجود بالبلانت بالنباتات. اما الموجب بالسالب هذا وين موجود؟ بالتروبين الاتروبين، اوكي. يقول الهايوسيامين اللي هو قلناه سالب شبي هذا، هذا اكثر نشاط من التروبان اللي يكون موجب وسالب التروبان. فالهايوسكين اللي هو سكوبولامين شبيه هايوسين سكوبولامين هو بايروكسيد اوف اتروبين. فاذا جاب هنا ايش راح يجيب؟ يقول از ان ايبوكسيد اوف اتروبين از فراغ، من هو سكوبولامين تحفظوها لازم، ويكون سالب ايزومر. تمام ايزومر ما تكون سالب. يقول الايزومر موجب بالسالب للسكوبولامين. هسه انا اريد موجب والسالب بس السكوبولامين، احنا قلنا الموجب والسالب هو وين؟ للاتروبان الاتروبين عفوا. فهنا انا اريد الموجب والسالب بس للسكوبولامين، فهو اتروسين على اسم الاتروبين، احفظوا اتروبين على اسم اتروسين بس السين احفظوا سكوبولامين يعني احط اس، اوكي هيك حفظوها لانه هي اصلا العقاقير بس حفظ يعني ما بيها ذاك الفهم، مجرد بايوسينثيسيس ممكن ينفهم. يقول لي انه جم الباحثين وبحثوا والعلماء سنت ايش لقوا؟ لقوا لي اكثر من 200 من الالكالويدات التروبان موجوده سوء تكون للسيمي سينثيسيس درايفاتيف، المشتقات اللي تكون شبه يعني شبه صناعية، على سبيل المثال مثل بروميد ان بيوتيل سكوبو من له أهمية طبية. طبعا هذه مو كلش مهمة، مجرد انه تعرفون هذا لان بيوتيل بروميد هو نفسه هذا. نجي للكوكايين، يقول لي اجمي هسه بالكوكايين سووا تجارب، فهاي التجارب شلقوها؟ يقول لي اظهرت تجارب التغذية باستخدام اريثرو كسيولين كوكا ان الفينين الانين، فينيل الانين شبيه هذا فينيل الانين 3-14 سي يعني شنو يعني اربعة على درجة كربون 14 كربونة مدمج راح يندمج لي ويا الكوكايين، اوكي صار لي دمج ويا الكوكايين والنشاط الاشعاعي يعني انه
أكيد براديو أكتيفيتي نشاط إشعاعي بهاي المركبات. فهذا النشاط مالته وين موجود؟ موجود لوكيشن the بنزويل جروب. أوكي الموقع مالته اللي يقول لك النشاط الإشعاعي مالته وين ألقاه؟ تلقاه بالبنزويل جروب، هاي تعرفها لازم منها. وانه لازم او المفترض انه يكون عندي انه جزء الايكوجنوين مشتق من الاورثينين والاسيتيت بطريقه مماثله للبايوسينثيسز اللي قبل شويه قلناها. فشنو هسه سأدي هذا المركب؟ هو يجيني مشتق من الاورثينين والاسيتيت. الاسيتيت اللي قلني انا اخذ من عنده ثلاث ذرات كربون، ثلاث مولكيولات جزيئات من الكربون. طبعاً هنا عندنا الأورثينين والأسيتات، اثنيناتهم اجون انطوني الكوكاين، لأن أنا قلت أسيتات وهاي الأورثينين حينطون المركب، فانطان كوكاين. وهذا الفينيل ألانين ثلاثة ذرة الكربون وعدي 14 سي، انطاني اياها كذلك. فهذا ممكن ممكن هذا المركب ينطيني كوكاين، ممكن الكوكاين ما ينطيني، فهذا ينطيني الكوكاين. هذا دقيقة، شوفوا الأورثينين والأسيتات راح ينطوني كوكاين، وممكن الفن الألانين كذلك ينطيني كوكاين. هاي الفكرة من عنده. هسه نجي عندي الدرج كونتين اتروبان الكولويد، الأدوية أو اللي تحتوي لي اتروبان الكولويد، اللي هو أول شيء عندي البلدونة، كلنا نعرف البلدونة شفيها، هاي أوراق تكون ظلية كبيرة، ظلية تكون ليلية، تمام. يقول لي عندي أنا حاخد تو بارت البلدونة بيها. أنا شنو قلت بالمحاضرة الأولى؟ قلت إنه البلدونين هاي حاخذ من عدها جزئين موجود بيها الكلويد ألقا، اللي هو موجود بالروت وموجود عندي بالليف بالأوراق وبالجذور، تمام. يقول لي الأوراق أنا حاخذها مجففة من عنده، طبعا هذه اسم النبات واسم العائلة تحفظوها مثل ما اتفقنا، من اسمه أتروبا بلدونة. بلدونين هو أتروبا بلدونيان، وال سولا نيكيا. يقول لي الروت اللي انا مو قلت انه هي بها روت وليف اثنيناتهم بها الكلويدات، فالروت الجذر مالته راح يكون بكمية اكبر من الالكلويدات، اكثر من الورقة، بحوالي شقد انه 0.6 موجود بالروت الكلويدات و 0.4 موجود بالليفز الاوراق اللي هي نفسها ليف، تمام. يقول لي معظم الالكلويدات الموجودة بالورقة اللي موجودة بالليف هي شنية؟ ذاك السالب هيوسيامين، هاي وين موجودة؟ بالورقة معظمها، يعني اوكي هي بيها بعد يعني غير انواع، بس المعظم مالتها الكمية الكبرى هي سالب هيوسيامين. وال يقول لي تريكا اوف اتروبين ان فرش بلانتس، والاتروبين هو وين موجود؟ موجود بالنبات الطازج فرش بلانت، مو كلش مهم هاي الملاحظة، انه مجرد انه تعرفون معظم الالكلويدات اللي موجودة بالليف هي شنية؟ هايوسيامين والتراكيا اوف اتروبين، هي مدام موجودة بالاوراق فالنبات راح البلانت حاخذ فرش. يتكون الاتروبين عن طريق عملية، اسوي عملية اكستراكشن، عن التعرق راح يصير بي لما اسوي الاكستراكشن، لما العملية لما استخرج الاتروبين، تمام. اثناء عملية راح يصير بي تعرق، فراح ينتج اتروبين لما استخرج الالكلويد او النبات. يقول تم العثور انه لقينا الباحثين لقوا على كمية صغيرة من القواعد بيسز، بس تكون كمية مالت الاموات كلش صغيرة. هالقواعد وين موجودة؟ وين؟ بالروت بالجذر مو بالورقة. منو تشمل هاي اللي موجودة بال الروت مو بالجذر؟ هذول تحفظوهم، انه ممكن يجيبهم يقول هذول موجودين بالليف لو بالورقة، او يقول لك موجودات اللي بالروت منو ينطيهم وينطيني من ذنيت الموجودات واحنا نختار. فاللي موجودات بالروت وليس بالليف شنو هي؟
اللي هي أو include the anhydride of atropine abotropine والايزومر بيلادونين وسكوبولامين هيوسين. هاي تحفظوها. نجي هسه لليوزز الاستخدام، انه اني بشنو استخدم البلدونين. يقول لي البلدونين يعمل لي كبارا سمبثاتيك ديبريجنت، يعني شنو؟ يعني مثبط للبارا سمبثاتيك، الجهاز البارا سمبثاوي. تمام، انا مو عندي بالجسم بالبدي مال الانسان سمبثاتيك والبارا سمبثاتيك، فالبارا سمبثاتيك هو راح يثبط لي هذا البلدونين ديبريجن يسوي لي، واللي راح يفسر لي استخدامه بشنو اني استخدمه، راح يفسر لي انه هو مثبط للبارا سمبثاتيك انه العمل مالته سبازمولايتيك ايجنتس، اوكي، اللي هو كعامل مضاد للتشنج، ويمتلك خصائص مضاده لل انتيكولينرجيك، كذلك بخواص انتيكولينرجيك لازم نعرفها هذه، ويستخدم للتحكم بالكنترول اكزيست موتور اكتيفيتي، انه الحركه الزائده، النشاط الحركي الزائد وين؟ بالجي اي تي بالجاسترو انتستينال تراكت، والتشنج اللي يصير سبازم اللي موجود باليورينري تراكت. هذول الاستخدامات لازم نحفظهم. نيجي طبعا ما بقى لنا شيء، بس هذه الثلاث صفحات، فراح اخليها على الجزء الثاني حتى اشرح لكم البايو سينثيسز مالت البايو سينثيسز مالت التروبان الكالويد، فاخليهم على الجزء الثاني سويه اشرح لهم هسه، وان شاء الله تكونوا استفادتوا.